فكر في واجبك كما تفكر في حقك، واعمل طلبا للإتقان لا طلبا للشهرة والجزاء، ولا تنتظر من الناس أكثر مما يحق للناس أن ينتظروا منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله سنناقش رواية روسية، رواية هامة جدا، يعني أي شخص محب للأدب ومتذوق للأدب الحقيقي أعتقد يعني لابد أن يقرأ هذه الرواية. يعني في العادة الرواية تقرأ إما لحبكتها المشوقة أو لأسلوب سردها اللي فيه فنيات، يعني على سبيل المثال استخدام أكثر من سارد للقصة والاستخدام بعض التقنيات الأدبية على سبيل المثال الفورشادوينج والفلاش باك، والرواية أحيانا تقرأ للشخصية المرسومة، يعني الشخصية تكون مرسومة بدقة متناهية والكاتب بيظهر فيها الأبعاد النفسية للبطل. وفي كتير برعوا في هذا، يعني أشهرهم طبعا دوستويفسكي. والرواية قد تقرأ للحوار وقد تقرأ للوصف، يعني وقد تقرأ للغة فقط، لغتها جميلة حتى لو أحداثها مش مشوقة إنما لغتها جميلة. رواية النهاردة بقى تقرأ لكل هذه الأشياء، يعني لغة رائقة راقية، لغة عذبة جميلة جدا، على الرغم أني قرأتها مترجمة إنما الواحد يستطيع أن يشعر يعني أن حتى من خلال الترجمة إن اللغة الأصل لغة أدبية أكثر من رائعة. أحداثها مشوقة أيضا، طريقة كتابتها والسرد عن طريق استخدام أكثر من سارد، طريقة يعني في وقتها كانت جديدة وكانت شيء غير معتاد. بدون أن أطيل عليكم، يعني رواية النهاردة اللي عايز أقدمها هي رواية A Hero of Our Time لميخائيل ليرمنتوف. A Hero of Our Time لميخائيل ليرمنتوف، وهي الرواية يعني أثرت، هي من أوائل الأعمال الأدبية الروسية التي ظهرت، لأنها نشرت في 1840، كتبت في 1839. ليرمنتوف، ميخائيل ليرمنتوف، ولد في 1814 وتوفي أو مات في 1841، والرواية كتبها في 39 واتنشرت في 40، 1839 واتنشرت في 1840، وأثرت تقريبا في كل الكتاب الروس في ذلك الوقت والذين أتوا من بعده، يعني أثرت في تولستوي، في دوستويفسكي، في تشيخوف. فلما نقول إن في رواية وفي كاتب مش مجرد الرواية دي بس، لأنه كان شاعرا أيضا، يعني كان رساما وكان بيلعب بيانو وكان روائي وشاعر، فأسلوبه النثري أثر كتير جدا في هؤلاء الروائيين الروس العظام. وأسلوب الشعر طبعا واضح في أسلوب كتابته النثري، يعني أسلوبه كشاعر واضح إن ده شاعر بيكتب رواية، مش مجرد روائي بيكتب رواية. بيفكرني على طول في اللغة الإنجليزية بتوماس هاردي. توماس هاردي كان شاعرا عملاقا وكان روائيا جبارا، فلغته الشعرية الجميلة بتظهر في كتابته لرواياته. فالرواية أولا تقرأ لجمال لغتها، اللغة قوية وجميلة بشكل إبداع، يعني فعلا الواحد بقاله فترة ما قرأش رواية واستمتع باللغة المكتوبة بها زي ما الواحد استمتع باللغة والوصف، وصفه للجبال والطبيعة شيء فعلا شاعر بيكتب رواية. وأيضا السرد، يعني الرواية في ثلاث شخصيات بيسردوا الرواية،
يعني الرواية مكتوبة في 5 فصول، والخمس فصول دول يعني متوزعين على 3 شخصيات بتسرد وتحكي الرواية. فده شيء جديد أيضا في زمانه، ما كانش موجود التنوع السارد دوت. الكلام ده يعني لما جوزيف كونراد عمله في رواية Heart of Darkness، قلب الظلام، كان شيئا جديدا أيضا في حينها. يعني في قلب الظلام بتبدأ ببحار بيحكي قصة، وبعد كده الناريشن السرد بيروح على مارلو بطل القصة، وفي أثناء رحلته ينتقل الحوار أو السرد، ينتقل السرد لشخصية ثالثة كيردز. فأيضا 3 شخصيات بتحكي القصة. يعني ليرمانتوف عمل الكلام ده قبله على الأقل 60 سنة. ففعلا رواية رائدة، ويكفي أن نعرف أنها أثرت في تولستوي ودوستيفسكي وتشيخوف. يعني الثلاث أهرامات دول لما يكون في كاتب يؤثر فيهم. طب الكاتب ده بقى شكله إيه؟ الكاتب ده ولد زي ما قلت في 1814 وتوفي أو مات في 1841، وهو في سن 3 ماتت أمه، فتولت تربيته جدته. ويعني وكان يعني أسرته كانت في حالة ميسورة ماليا، فتلقى تعليما حسنا، وتعلم البيانو، وكان يعني إلى أن تخرج والتحق بالجيش، عين ضابطا في الجيش الروسي. ولكن عند موت ألكسندر بوشكين الشاعر الروسي الشهير في عام 1837 كتب قصيدة اسمها The Death of a Poet. القصيدة دي يعني هاجم فيها وانتقد فيها المجتمع الأرستقراطي السائد في روسيا حينها. فالقصيدة أغضبت عليه السلطات يعني، فنفي إلى القوقاز، جبال القوقاز هناك، وجرد من أو فصل من المكان اللي كان معين فيه، وأصبح في سلاح آخر. يعني هو كان في سلاح الحرس، فانتقل إلى سلاح آخر في الجيش. ولكن مرت السنوات، وأيضا تم سجنه مرة، تم نفيه، مش سجنه، إن تم نفيه مرة أخرى إلى جبال القوقاز، يعني تنفى فيه على الأقل 2 مرات. وكان من هواياته، أو يعني مش من هواياته، يعني نقدر نقول من الأشياء اللي دوم عليها، هي الديول، اللي هو لعبة المبارزة بالنار. بيكون يدخل في خناقات مع حد أو خلاف مع حد، فيتبرزوا بالنار عن طريق ضرب النار، الديول ديت. وقتل شخصية واحد قبل كده، يعني اختلف معاه. إنما في عام 41 كان هناك بعض الشخصيات غير راضية عنه وتكرهه يعني في السر كده، فواحد منهم يعني قام بينهما خلاف، فتحدوا بعض، ذلك الشخص تحدى في نزال بالنار، وبالفعل قتل ليرمانتوف في ذلك النزال يعني، وهو لسه عنده 26 سنة يعني، ولد 14 مات 41، يعني ما كملش سن 27، يعني هو عنده 26 وكم شهر. وحقيقة يعني موته خسارة كبيرة للأدب الروسي والأدب العالمي، لأنه يعني الأدباء الروس وقتها والنقاد الروس وقتها كانوا يتنبؤون له بأنه يعني هو خليفة بوشكين، يعني سيكون له شأن آخر في عالم الأدب الروسي. الرواية بتبدأ يعني من 5 فصول، والفصول يعني هو حتى مش مستخدم الكرونولوجيكال اوردر، التسلسل الزمني في سرد الأحداث، لا، ده
الفصول يعني بتبدأ فيها فلاش باك وفيها فيها عودة للماضي، بتبدأ بحدث في الماضي وبعدين يرجع على الحاضر ودي متعة في القراءة يعني. يعني الفصل الأول اسمه بلا، وده اسم فتاة، والفصل الثاني اسمه ماكسيم ماكسيميتش، وده اسم السارد الثاني، والشخص الثالث اسم الفصل الثالث تمان، واسم منطقة هناك، وبعد كده الفصل الرابع برينسيس ماري، الأميرة ماري، والفصل الخامس ذا فيتاليست، الجبري اللي يؤمن بالجبرية. فالفصول الخمسة ديت نجد ان حسب الترتيب الزمني للأحداث المفروض ان تمان هي اول، ده الفصل الثالث يعني يكون هو طبقا للترتيب الزمني هو ده اول. البرنسيس ماري الفصل الرابع هو ده يعتبر الفصل الثاني من ناحية الترتيب الزمني. ذا فيتاليست الجبري اللي يؤمن بالجبرية هي الفصل الثالث في الترتيب الزمني، تسلسل الزمني، ولكن في الرواية هي الفصل الخامس. والفصل الأول والثاني المفروض في الترتيب الزمني يكون الفصل الرابع والخامس. فالمهم الفصل الأول بلا باختصار سريع، يعني أنا أقترح على الذين لم يقرأوا الرواية وفي استطاعتهم أن يقرأوها، أنا متأكد طبعا إنها مترجمة للعربي، بس ياريت ما حدش يسألني بقى نجيبها إزاي بالعربي ونشتريها إزاي، يعني أنتم أدرى بهذا الكلام كله. فلو في إمكانية أنك تقرأها بالعربي يبقى ياريت تتوقف هنا وتقراها وبعد كده تعالى كمل المشاهدة، إنما لو عارف إن مفيش إمكانية إنك تقرأها فاستمع، وشيء خير من لا شيء. بتبدأ الفصل الأول اسمه بيلا، اسم بنت شركسية، الراوي ما نعرفش هو مين، هو مجرد ضابط في الجيش الروسي بيسافر لجبال القوقاز ومنطقة وايلد يعني برية، القانون فيها ليس سائدا، قبائل بدائية يعني، فالجيش الروسي راح هناك علشان يضع هذه المناطق يعني تحت سيطرته. فهو هيتعرف هذا الضابط الذي يسرد أحداث القصة ونحن لا نعرف حتى اسمه، شخصية مجهولة ما نعرفش أكثر من أنه ضابط في الجيش الروسي. سيتعرف على شخصية أخرى اسمها ماكسيم ماكسيميتش، وماكسيميتش سيبدأ يحكي له في يعني تبادل يعني أطراف الحديث، وسيحكي له عن شخصية غريبة الأطوار، شخصية اسمها غريغوري ألكساندروفيتش بيتشورين، خلينا نسميه بيتشورين لأن هو ده الاسم العائلة وهو ده الاسم اللي بيتردد يعني في القصة من بدايتها لنهايتها، نعم اسمه كاملا غريغوري ألكساندروفيتش بيتشورين. فهيبدأ يحكي له عن بيتشورين ده، وهو أيضا ضابط روسي كان أيضا قد أرسل إلى جبال القوقاز، فتعرف عليه ويبدأ يحكي له قصته مع واحدة اسمها فتاة من شركسية اسمها بيلا. والكتاب بحقيقة يعني في كلمات كتيرة شركسية بتذكرني بكلمات مصرية نعرفها، زي يعني على سبيل المثال كلمة لما صلى على النبي دربوكا، كلمة دربوكا أيضا بمعنى الطبلة اللي بيطبلوا عليها ديت، أو وكلمة بلالايكا طلعت كلمة روسية Russian Stringed Instrument، آلة موسيقية، بلالايكا آلة طلعت آلة موسيقية روسية. وأيضا في كلمة بوزة، هذا المشروب المسكر موجود في مصر، بوزة طلعت أيضا مشروب روسي أو كوكازي أو شركسي يعني، وحاجات تانية كلمات كده، كل ما أقرأ ألاقي يوك، كلمة يوك يعني نو، ده طبعا تركي، تركي وشركسي يعني هذه
اللغة اللغات. فالمهم المهم سيتعرف على هذه البنت الشركسية، سيراها يعني وتعجبه. وهو هذا الشخص بيتشورين يعني وومانايزر، يعني يخرج من علاقة يدخل في علاقة. فالمهم هي وهي جميلة جدا، وكان لها أخ اسمه أزمت. فأزمت ده كان عايز ياخد حصان لقاطع طريق، عجبه جدا الحصان ده. فبيتشورين قال له لو جبت لك الحصان دوت تبادلنا الحصان بأختك، فوافق أزمت ده. وبالفعل خطف أخته وأعطاها لبيتشورين وأخذ الحصان، وبيتشورين أخذ البنت بيلا وهرب بها يعني لمكان نائن. فقاطع الطريق ظل يبحث، وهي كانت بنت أمير، بيلا دي بنت أمير. فقاطع الطريق ظل يبحث عن حصانه، وعلم أن بيتشورين هو الذي سرقها، وعرف القصة يعني. فالمهم بيلا طبعا ستقاوم بيتشورين هذا، وستمنع نفسها عنه، ولكن في النهاية ستحبه حقيقة يعني. فالمهم قاطع الطريق سيعرف مكانهما وسيقتل بيلا. لما يجي بيتشورين وماكسيفيتش يعني في النهاية في محاولة لإنقاذها، سيكون الوقت يعني تأخر، وتكون إيه ستموت يعني بعد أن يصل إليها، وحاولوا الاعتناء بها في البيت، ولكن سيكون الوقت خلاص too late يعني. الموتها يعني نقدر أنه هو كسر بيتشورين، كسره يعني يعني وضعه في حالة بائسة وحالة حزينة جدا وديبريست، جاله إحباط وانعزل. ودي نهاية الفصل الأول. نهاية الفصل الثاني طبعا القصة دي كلها احنا بنعرفها، ماكسيميتش بيحكيها للسارد الأول اللي ما نعرفش اسمه اللي هو ضابط. الفصل الثاني اسمه ماكسيميتش. هذا السارد هو مع ماكسيميتش سيقابلان بعد عدة سنوات يعني، سيقابلان بيتشورين وهو كان نازل في نزل في سيقابلوه في حانة يعني عرضا، وكان هو في طريقه إلى بيرجا إلى بلاد فارس إيران حاليا. فماكسيميتش يعني سيفرح جدا ويسعد، ولكن سنجد أن بيتشورين سيقابله بلا مبالاة ويقابله ببرود شديد. وحتى ان ماكسيميتش هيقول له انا يعني عندي احتفظ، ما زلت احتفظ بمذكراتك، واعطاها له. فبيتشورين اخذ المذكرات وقال له يعني مش عايزها، فايدتها ايه؟ ووجد انه يعني غير مبالي وغير مهتم. فماكسيميتش سيشعر بحزن شديد وبانه انجرح، وهيمسك هذه المذكرات ويلقيها على الأرض. ولكن الشخصية بقى الساردة التي لا نعلم اسمها ستلتقط هذا الضابط يعني، سيلتقط هذه المذكرات ويبدأ في قراءتها بقى تبدأ الفصل الثالث. الفصل الثالث اللي هو بعنوان تامان، اسم المنطقة. وهنا بقى يعني التسلسل الزمني الأول في حياة وقصة حياة بيتشورين. وهذه هذا الضابط الشخصية المجهولة قرر أن ينشر هذه بعد أن انتهى من قراءة المذكرات، قرر أن ينشرها ولكن استبعد كل التفاصيل التي تخص حياة بيتشورين، يعني اقتصر على بعض على الفصول اللي احنا نحكيها دلوقتي. في تمن أيضا بيتشورين هذا سيتعرف على أميرة اسمها برينسيس برينسيس مريض الفصل الرابع. في تامن هو مجرد أنه هيكون مسافر يعني سيبقى في كوخ، مجرد أدفنشر، قصة مغامرة يعني. وفي واحدة وعصابة يعني يحاولوا يسرقوا الكوخ بتاعه، وهو هيخرج ويروح ناحية الشط عشان يمسك بهذه المرأة، فستخدعه
بجمالها ويركب معها قارب وترميه في البحر يعني وتعود هي، فسيعود يعني في حالة خزي ولن يقص هذه الحكاية على أي أحد من أهل تلك القرية، وفي اليوم التالي سيغادر القرية. يعني ما فيش مجرد هذه القصة الأدفنشر المغامرة يعني في هذا الفصل. الفصل الرابع اللي هو اسمه برنسيس ماري، الأميرة ماري. الأميرة ماري كانت أميرة جميلة جدا، وكان هناك شخص يحبها، الشخص هو صديق قديم يعني لبيتشورين اسمه جروشنيتسكي. جروشنيتسكي كان بيحب البرنسيس ماري دي، وفي نفس الوقت بيتشورين أعجب بها، أعجبته يعني، فكان يعني حاول كل جهده أن يفرق ويبعد ما بين الأميرة ماري ديت وما بين جروشنيتسكي، وبالفعل سينجح في هذا، ولكن الأميرة ماري يعني هتكرهه، ولكن في الآخر سيستطيع أن ينال ودها وأيضا تقع في حبه، ولكن هو الأمر بالنسبة له أيضا يعني مجرد تسلية فقط، المرأة بالنسبة له ليست أكثر من يعني علاقات عابرة، ما فيش علاقة سيريس يعني جادة. وفي شخصية أخرى أيضا، امرأة أخرى اسمها فيرا، دي صديقته القديمة، ستظهر في القصة هنا في الفصل الرابع، وهي متزوجة، ولكن أيضا سيتم يعني اتصال بينهما حتى ستذهب لملاقاته وتحاول استعادة العلاقة. المهم الفصل ده الفصل الرابع. الفصل الخامس، فهذا الفصل أيضا، فهذا الفصل الرابع سيحصل ديول منازلة نارية بينه وبين صديقه القديم جروشنيتسكي اللي كان بيحب الأميرة ماري، لأنه يعني الأميرة ماري تركت جروشنيتسكي وذهبت وراء تبعت يعني بيتشورين لمدينة أخرى، مش متذكر والله موسكو ولا بيترسبرغ، أعتقد بيترسبرغ. المهم تبعته هناك، فجروشنيتسكي لامه على هذا وذهب يعني لنزاله، وفي النزال بيتشورين نجح في قتله ولكنه جرح، ودي كانت نهاية الفصل الرابع. وفي الفصل الخامس عاد وجلس مع هذا صديقه اللي اسمه ماكسيميتش، وقال بدأ يتحدثان، يعني قال له إنه مؤمن بالقضاء والقدر، وبأن كل ما يحدث له في حياته هو قضاء وقدر، وراهن هذا الضابط، كان ضابط الروسي ده، راهنه أنه سيموت قريبا، وقال أنه سيموت يعني في حد هيقتله، مش متعة طبيعية عادية، وبالفعل يعني هو مات بعدها في واحد طلع وضربه بالسيف فقتله. طبعا اللي بيفصل بين دول بقى الفصل اللي هو لما الفصل الأول والفصل الثاني، لما قابل قصة بيلا هي التي قطمته وكسرته وجعلته انعزاليا جدا، ورحل بعدها إلى بلاد فارس، وأثناء عودته تم قتله. فالرواية زي ما بقول من ناحية متعة القراءة موجودة فيها، وهذه واللغة أكثر من رائعة، وهذه الشخصية الرئيسية، شخصية بيتشورين، مشابهة جدا لشخصية ليرمنتوف البطل. دي على فكرة الصورة، هذه الرسمة يعني، هذا هو ليرمنتوف، ميخائيل ليرمنتوف. فالشخصية الرئيسية بيتشورين هي تقريبا نفس شخصية ليرمنتوف، حتى أن ليرمنتوف نفسه قتل في نزال،
بنقول هي نفس شخصيته، لأن شخصية بيتشون دي شخصية بنقول عليها شخصية بايرونيك هيرو، البطل البايروني. البطل البايروني ده اللي هو البطل طبعا مأخوذة عن لورد بايرون، الشاعر الإنجليزي الرومانسي الرومانتيكي، شخصية رومانتيكية، شخصية انعزالية، شخصية عن يعني disillusioned with the society، يعني جات له خيبة أمل من المجتمع، حالة إحباط من المجتمع، شخصية talented، شخصية موهوبة جدا وفيها عبقرية، ولكن هذه العبقرية غير ملائمة للمجتمع اللي هي عايشة فيه، ولذلك هي شخصية انعزالية، شخصية انطوائية على قدر كل المواهب اللي في هذه الشخصية والعبقرية اللي فيها، إلا أنها شخصية غير اجتماعية ومنعزلة عن المجتمع، وتشعر بخيبة أمل ناحية المجتمع والعالم، وتنظر شخصية ساخرة لأنها تشعر أن كل شيء سخيف في هذا العالم، فتسخر من كل شيء، وأن كل شيء يعني ليس له قيمة، أن الحياة والعالم ليس له قيمة. يأتي شخصية تؤمن بالعدمية، كل هذه الصفات يعني هي ما نقصده حين نقول بايرونيك هيرو، شخصية البطل البايروني. فالشخصية الرئيسية هي تنطبق على كل هذه. وفي الحقيقة يعني لو نعطي نبذة سريعة عن هذه البطل البايروني، طبعا زي ما قلت نسبة إلى لورد بايرون، وهذه الشخصية أول ما ظهرت في قصيدة كتبها لورد بايرون اسمها تشايلد هارولدز بيلغريمج، تشايلد هارولدز بيلغريمج، وبدأت تظهر بقى هذه الشخصية في أعمال كثيرة، أعمال عديدة يعني، في قصائد لورد بايرون، وفي مسرحية كتبها أيضا اسمها مانفريد، شخصية مسرحية كلوسيت دراما، يعني مسرحية للقراءة وليست للتمثيل على المسرح، وأيضا كتبها في تيل، يعني قصة اسمها The Corsair، يعني لو عاوز أقتبس منها أرى كم جملة، يعني كم بيت، بيقول That man of loneliness and mystery، هذا الرجل ذو الوحدة والغموض، scarce seen to smile، نادرا ما يرى مبتسما، and seldom heard to sigh، ونادرا ما نسمع تنهيدته، نادرا ما نراه مبتسما ونادرا ما نسمع تنهيدته. وفي أيضا جزء كبير يعني he knew himself a villain but he deemed the rest no better than the thing he seemed، يعني هو يعرف أنه شرير ولكن يعلم أن الآخرين ليسوا أقل منه شرا، and scorn the best as hypocrites who hid those deeds the bolder spirit plainly did، وساخر من هؤلاء المنافقين الأفاضل، الأفضل الناس اللي هم منافقين الذين أخفوا ما استطاعت الأرواح الشجاعة إظهاره وفعله. He knew himself detested، كان يعلم أنه مكروه، but he knew the hearts that loathed him، ولكنه يعرف أن القلوب التي تكرهه crouched and dreaded to، كانت قابعة وتخاف يعني ومرتعبة في رعب. Lone, wild and strange he stood alike exempt from all affection and from all contempt، يعني واقف وحيدا همجيا غريبا معفا من أو خاليا أو بلا أي عاطفة أو احتقار. الشخصية هذه الشخصية البايرونيك هيرو، البطل البايروني، أيضا أثرت في يعني كتاب كتير غير ليرمانتوف، يعني أيضا أثرت في بوشكين نفسه في قصائده الشعرية، وأيضا أثرت في كتاب أتوا من بعدهما غير روس يعني في العصر الحديث، وأصبحت شخصية البيرونية ده أو البطل البيروني أصبح
يعني أيقونة كده معروفة في حد ذاتها، وبدأت تظهر في العصر الحديث في القرن العشرين بالأنتي هيرو، الشخصيات الأنتي هيرو في كتير قلدوها. فشخصية ميخائيل ليرمنتوف وشخصية البطل بتاعه بوش اللي هو بيتشورين، الاثنين بينتموا لهذه الشخصية البطل البيروني، البطل البيروني. الشخصية يعني أو الرواية يعني يعني فيها مواضيع العزلة طبعا، لأن هذه الشخصية كانت هو شخصية أرستقراطية ومع ذلك شخصية منعزلة جدا، شخصية تالنتد جدا ومنعزلة عن المجتمع ومنفصلة عن المجتمع، شخصية ساخرة، شخصية لا ترى قيمة للمجتمع ولا قيمة للحياة. فهي دي نفس شخصية البطل اللي كان في القصة. وفيها بقى قصص طبعا عن الحب والخيانة، وبالنسبة له الحب يعني من العلاقات دي كلها علاقات، لأن الحياة كلها بلا معنى بالنسبة ليه، فحتى الحب بالنسبة له أصبح بلا معنى. يمكن يعني الوحيدة اللي أثرت بلا هي الشخصية الوحيدة اللي بعد موتها، هي التي يعني جعلته في حالة إحباط شديدة وفي حالة حزن وديبريشن، وزادت من حالة الانعزالية والوحدة اللي كان عايش فيها. وأصبح مؤمنا بالجبرية، أن كل شيء بيعمله حتى لما يدخل نزال ويقتل واحد كان بيعتبر أن خلاص هو ده قدره، قدره أنه يقتل هذا الشخص، وقدر هذا الشخص أنه يموت، وقدره أنه يقيم علاقة مع واحدة سواء متزوجة أو غير متزوجة، وقدره أن فكان يعني لا يعبأ بأي شيء ولا يلقي بالا لأي شيء. فشخصية أنتي هيرو، شخصية زي ما قلت بايرونيك هيرو. رواية كتابتها ممتعة، القراءة قراءتها لوحدها ممتعة جدا، وفعلا هذا الروائي يكون انه يموت وعنده 26 سنة فقط وكتب هذه الرواية، هي الرواية الوحيدة التي كتبها، ولكن له مسرحيات وله قصائد أخرى. كان فعلا ربما يكون ربما قد يكون يعني لو عاش ربما قد يعني قد يكون واحد زي another واحد زي دوستويفسكي تاني، يعني لأن أيضا الرواية ووصفه للشخصية فيها ملامح نفسية كتيرة وبعد نفسي، كان شيئا جديدا أيضا في الأدب الروسي وقتها. نكتفي بهذا القدر يعني، ونراكم إن شاء الله على خير مع عمل آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.